بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة 30 عملا في بيتك في رمضان. عنوان درس اليوم: تجديد التوبة. أول مدارج السالكين إلى الله تعالى التوبة، وأوسطها التوبة، وآخرها تجديد التوبة. من كان بعيدا عن حضرة الله تعالى، من كان مخطئا في درب المسير، من كان غارقا في آثامه، من كان مشغولا في ملذاته وأراد أن يقبل على الله تعالى، فأول الطريق التوبة، أن يندم على ما فات، أن يعزم على أن لا يعود، أن يعيد الحقوق إلى أصحابها، أن يستغفر الله تعالى ويبدأ بداية جديدة. أول طريق السالكين إلى الله تعالى التوبة، لكن هذه التوبة لا يحملها المرء ثم يتركها ويمضي في دربه إلى الله، لكنه يحملها معه في كل هذا الطريق، فهو في كل يوم يجدد توبته. فالتوبة أول الطريق وأوسط الطريق وآخر الطريق، حتى إذا اقترب من وقت أجله فإنه يجدد توبته إلى الله تعالى. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أتذكرون هذه السورة متى نزلت؟ هذه السورة على ما قال أهل السير وأهل التفسير آخر سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نصر الله والفتح، فتحت مكة، وقد جاء نصر الله تعالى بنشر هذا الدين على يديك يا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ماذا تفعل؟ هل أفرح؟ هل أضيع وقتي في حفلات لأنني انتصرت هذا الانتصار؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أكثر من تجديد التوبة، أكثر من الاستغفار، فإن الله تعالى يتوب عليك. سبحان الله، سبحان الله. قال أهل السير وأهل التفسير، قالوا هذه السورة كانت نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها إخبار للنبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة بأنه اقترب الأجل. في آخر طريق السالكين تجديد التوبة والعودة إلى الله. لذلك يا أيها الإخوة، يا شباب، يا أخوات، يا رجال، يا نساء، التوبة لا تنفك عن أي واحد فينا. أصلح الصالحين يحتاج إلى أن يتوب إلى الله، وأبسط البسطاء يحتاج إلى أن يتوب إلى الله، وأكثر العاصين معصية يحتاج إلى أن يتوب إلى الله. وهذه دعوة يا أخوان، نحن الآن في رمضان، دعوة يا أخوات. والله لو كان واحدكم أبعد خلق الله عن الله، لو كان أسوأ خلق الله عفوا، ليعلم أنه وأفضل العباد كلاهما محتاج إلى تجديد التوبة، فتعوا نتوب مع بعضنا البعض. شو رأيكم بهالساعة؟ يا رب يا رب. ونحن يا أخوان في العشر الأخير من رمضان، هذا زمن الاصطلاح مع الله. اللي بيناتنا كان مقصر فيما مضى، هلأ منيح، واللي بيناتنا كان مجتهد فليستغفر الله على تقصيره مع حضرة الله عز وجل، وأنه بحاجة كان أن يجتهد أكثر. تعوا ونحن في العشر الأخير من رمضان، ما ندري، لعل الليلة تكون ليلة قدر، لا ندري، لعل الليلة هي خير من 1000 شهر بالنسبة لك. جدد التوبة، اعزم على أن لا تعود إلى الذنب. يلا يا أخوان، اللي بيناتكم أصابه ذنب الآن يقول له: يا رب يا رب، أنا لن أبارزك بمعصية بعد الآن، يا رب أنا لن أعصيك إذا خلوت بعد الآن،
يا رب أنا عائد إليك، اللهم إني أسألك بحق التائبين بين يديك، وبحق السائلين عليك، وبحق إقبالي عليك، أسألك يا مولاي أن تتوب علي توبة صادقة لا أنكث بعدها أبدا. قل له الآن، قل لربك في قلبك، قل لربك إنك مقبل عليه وأنك عازم على ترك المعصية، والله بيقبل، والله بيسمع، والله قريب منك، والله ينتظر إقبالك عليه. وإذا تقرب عبدي مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته أهرول. الله ينتظر عودتكم يا جماعة، ينتظر عودتنا جميعا إليه. يعني بيناتنا مروح فرائض، هلأ توب إلى الله واعزم أنك عائد إليه. التوبة وتجديد التوبة، كلنا محتاجون إلى التوبة، والله لا ندري لعل ببركة واحد بيننا الآن يتوب بقلبه إلى ربه، الله يغفر لنا جميعا، والله يجعلنا كلنا من ليلة القدر، والله لعل ببركتك أنت. بس أصدق التوبة مع الله عز وجل. صدق التوبة يقتضي منك بداية بعد إقبالك بقلبك على الله نصيحة يا أخي، أن تترك رفاق المعصية. نصيحة يا بنتي، اتركي رفاق المعصية. الذي دلك على المعصية دعه، التي دلتك على المعصية دعيها، لأنك إذا تبت الآن وفتحت لك صحيفة جديدة بيضاء، نخشى من أهل السوء وأهل المعاصي وأهل الآثام أن يعيدوك بعد أيام. ما في حرج يا أخوان، ما في حرج واحد أن يترك أصحابا دلوه على المعاصي لينتقل إلى أصحاب يدلونه على الطاعة، والله أصحاب الطاعة تفرح معهم وتضحك معهم وتتسلى معهم وتأخذ ما شئت بس ضمن طاعة الله عز وجل. بعض الشباب، بعض الفتيات، بعض الناس يفكر أنني أن إذا تبت وصاحبت الصالحين خلاص ما عاد أضحك. الله وكيلك، نحن بنضحك كثير ضمن ضوابط أمر الله عز وجل وبالمقدار الذي يقتضيه يعني الوقت والراحة من أجل استئناف العمل. بفكر أنا يا أخي إذا هلأ تبت وصاحبت الصالحين هدول ما بيروحوا سيرين، والله بيروحوا سيرين. يا أخي أنا بحب السباحة ما بيروحوا بيسبحوا، هؤلاء والله بيسبحوا، والله بيسبحوا، كله بس ضمن ضوابط شرعية، يضحكون ويسمرون ويأكلون. بعض الناس فكر لأ ما أكل إذا أنا تبت. طبعا هذه من وساوس الشياطين يا أخوان، شو ما تأكل صالحهم ما بيأكلوا، والله بيأكلوا أشكال ألوان ضمن مرة تانية، يعني ضمن ضوابط الشريعة وضمن آداب الشريعة. والله حياة الصلاح خير، والله حياة التوبة فيها سعادة، الله وكيلك تشعر بها كأنك يعني تطير في الهواء. الحمد لله ما آذيت أحدا، ولا اعتديت على عرض أحد، ولا اعتديت على مال أحد، ولا أنت مقصر مع ربك. إذا ضحكت تضحك من قلبك، إذا ارتحت ترتاح من قلبك، إذا ذهبت إلى إدخال سرور على نفسك يدخل السرور على كل قلبك، لأنك الحمد لله أمضيت هذا في طاعة الله تعالى. فالتوبة، التوبة بدها بعد إقبالك بقلبك على الله عز وجل، بدها ترك رفاق المعصية، لأنهم هؤلاء يعيدونك إليها نخشى منهم، واجعل تركهم لله. قل له يا رب أنا من أجلك تركت. تذكر حديث الذي قتل 99 نفسا، والله شيء تصور يا أخوان. أنا بقول يعني مين هذا؟ في رجل قتل 99 نفسا، أراد أن يتوب إلى الله تعالى، التال اتلا، أنا متأكد ولا واحد بيناتنا هذه حاله، أراد أن يتوب إلى الله عز وجل، سأل عن أعلم أهل الأرض مشان يسأله الله بيقبلني وكيف وشلون، فدل على عابد مش على عالم، على عابد، فقال إنه قتل 99 نفسا، هل لي من توبة؟ قال له أعوذ بالله، أنت وشك وش توبة؟ اروح هذه 99 واحد. قال فقتله صايرة وصايرة، فأتم به 100. نسأل الله السلامة، الله يجيرنا أن لا يكون يعني سفك دم حرام على أيدينا يا رب، يا رب دخيلك. قال ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، قال له بأنه قتل 100 نفس، هل لي من توبة؟ قال لك نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ بينك وبين ربك، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هلأ أنت يا أخ شو ما كنت عامل في الماضي، هلأ من يحول بينك وبين ربك؟ من يحول بينك وبين التوبة؟ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله الآن أقرب إليك من حبل الوريد جل جلاله، تب إليه. قال لكن اترك بلد المعصية، قرية المعصية، المكان الذي كنت تعصي الله به، والحق بالبلد الفلاني، بالقرية الفلانية، فإن فيها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد معهم. شايف؟ الشاهد بأنه قال له اترك رفاق المعصية.
اترك مكان المعصية، اترك ما يذكرك بالمعصية، والحق بمكان يذكرك بالطاعة، والحق بأناس يذكرونك بالطاعة، والحق بمجالس تذكرك بالطاعة. وهلا هذه رسالة لكم يا أخوان جميعا، كلياتنا لا سمح الله إذا واحد مبتلى بمعصية، اترك يا أخي، اترك مكان المعصية، اترك الأشخاص الذين يذكرونك بالمعصية، والحق بمكان يذكرك بالطاعة، والحق بأشخاص يذكرونك بالطاعة. قال: فهذا الرجل أخذ أغراضه ومضى من قريته إلى تلك القرية، في الطريق جاءه ملك الموت فاختلفت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول هذا تائب إلى الله عز وجل، ملائكة العذاب تقول إنه قتل 100 نفس ولسه ما وصل إلى التوبة، إلى مكان التوبة وعمل الحسنات. فاختصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، فقال الله تعالى: قايسوا بين الأرضين فإلى أيتهما هو أقرب فلتأخذه ملائكتها. إذا أقرب لأرض الطاعة تأخذه ملائكة الرحمة، أقرب لأرض المعصية تأخذه ملائكة العذاب. شوف يا أخوان، وأوحى الله إلى أرض الطاعة أن تقاربي، وإلى أرض المعصية أن تباعدي، فقاسوا ما بين الأرضين فوجد أقرب إلى أرض الطاعة فأخذته ملائكتها. شو هذا؟ الله يريد، والله يريد أن يتوب عليكم يا شباب، الله يريد أن يتوب عليك يا أخوات، الله يريد أن يتوب عليك، بس أنت جدد التوبة، أنت أصدق بالتوبة مع الله، والله الله يعينك. أحيانا نفسك الأمارة بالسوء، شيطانه يقول لك أنت كذا مرة تبت ورد عم ترجع، كذا مرة تبت ورد عم ترجع. لا تكل ولا تمل، فإن الله لا يمل حتى تمل، ولا تدري لعل توبتك هذه الجديدة هي التوبة الصادقة، هي التوبة التي لا معصية بعدها. أرأيت إلى صاحب دكان نزل في اليوم الأول فلم يأته زبائن، وفي اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس والعاشر والخمسين والمئة، ماذا يفعل بعد هذا؟ هل يترك الدكان أو يستمر بالنزول؟ إذا رأى الله تعالى صدقه ربما يأتيه زبون يعوضه عن كل ما مضى. وأنت إذا صدقت بتوبتك، ولعلها تكون هذه هي، هذه هي القادمة، أصدق بها صدقا ولا تخاف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، في رواية أكثر من 70 مرة، وكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل واحد فينا: لو أذنبت في كل يوم 100 ذنب وجددت التوبة 100 تجديد فلا تستأنف ولا تستحي ولا تتوانى أن تجدد بعد 100 بـ100 بواحد إضافي. التوبة أيها الإخوة مأخوذة من التوب، وهو الرجوع، والتوبة في الشرع هي ترك الذنب مخافة الله واستشعار قبحه والندم على تلك المعصية والعزيمة على أن لا يعود إليها وتدارك ما أمكنه أن يتداركه من الأعمال بالإعادة. العلماء بقى قالوا التوبة لها شروط. الشرط الأول أن تندم على ما فات، الشرط الثاني أن تعزم على أن لا تعود إليه حتى يعود اللبن في الضرع. رأيت الحليب إذا أخذ من البقرة في طريق الرجع؟ أكيد ما في طريقة. قال: تعزم أن لا تعود إلى الذنب إلى أن يعود اللبن في الضرع، يعني معناته ما في ذنب أبدا. الندم على ما فات والعزيمة على عدم العود والاستغفار تستغفر ربك. وإذا كان بينك وبين العباد حاجة في هذا الذنب أن ترد الحق إلى أصحابه، لا سمح الله في مال مأخوذ من أحد لا بد أن يرد إليه تقسيطا أو جملة، بس لا بد أن يعود إليه. لا سمح الله في غيبة الإنسان لا بد أن نستسمحه أو أن ندعو له ونثني عليه بين الناس، هذه هي التوبة. الآن للتوبة فضل كبير أيها الإخوة، فالتوبة سبب للفلاح. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا إلى الله جميعا، تعالوا نتوب إلى الله جميعا، ونحن لا أعلم مع بعض، أنتم تسمعون وأنا أكلمكم وكل منا في داره. يا رب، جاهزين يا أخوان؟ جاهزين يا أخوات للتوبة؟ نحن الآن في العشر الأخير من رمضان، لعلها ليلة قدر ما ندري، تعالوا نجدد هذه التوبة ونعزم عليها. استحضر في داخلك إذا في تقصير مع ربك في فريضة، أو في تقصير مع ربك في ذنب ومعصية، أنك تائب إليه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الفلاح في توبتك،
يا رب يا رب يا رب، إنك قلت في كتابك: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ونحن امتثالا لأمرك وندما على ما فات من معاصينا وتقصيرنا نعلنها بين يديك أننا تائبون، أننا إليك راجعون، أننا إليك منيبون، أننا مستغفرون. نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله من كل ذنب أذنبناه، ومن كل خطيئة أخطيناها، ومن كل سيئة أمرت الملائكة الكرام بكتابتها علينا. يا رب يا رب، تب علينا توبة نصوحة تطهرنا بها قلبا وروحا. يا رب نسألك توبة لا نعصيك بعدها. اللهم إنك تعلم أننا إن كنا عصيناك فبجهل عصيناك، وها نحن اليوم في رمضان، وها نحن اليوم في ليلة من ليالي العشر نعلنها أننا تائبون بين يديك. يا تواب يا تواب يا تواب، تب علينا يا رب، تب على كل تائب فينا. اللهم وإن كان واحد فينا مبتلا بمعصية فأخرج حب المعصية من قلبه. يا رب أخرج جميعا من قلوبنا حب المعاصي، إننا تائبون، إننا إليك راجعون، إننا إليك عائدون. يا أكرم الأكرمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. التوبة يا أخوان سبب للفلاح، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بالتوبة تكفر السيئات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا تقنطوا من رحمة الله. يا شباب يا رجال يا أخوات يا كبار يا صغار، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، جميعا يغفرها الله تعالى، إنه هو الغفور الرحيم. فالتوبة تكفر السيئات. التوبة سبب للمتاع الحسن. قال الله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. التوبة سبب لنزول الأمطار وزيادة القوة والإمداد بالأموال. قال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. الله يحب التوابين ويحب التوبة. قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله بيحبك. الله عز وجل يفرح بتوبة التائبين. كل هذه أيها الإخوة فضائل، فضائل للتوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم بضالته في فلاة من الأرض عليها طعامه وشرابه. أرأيت لو أن إنسانا كان مسافرا وحده وهو راكب على ناقته وعليها طعامه وشرابه، تعب في الطريق، نزل للاستراحة، ربط هذه الناقة ثم خلد إلى النوم. لما استيقظ وجد هذه الناقة قد حلت الوثاق ومضت في هذه الأرض، بحث بحث بحث، ضلت عنه ولم يرها. الآن طبعا شو بده يعمل؟ ما في حدا جنبه ولا طعام ولا شراب وفي فلات. فأخلد وأيقن بأنه هالك. بعد شوي ما لقاها غير راجعا عنده. بالله عليه كيف بيكون سروره وكيف بيكون فرحه بهذه الضالة؟ لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم بضالته في فلات من الأرض عليها طعامه وشرابه. اعلموا أيها الإخوة أن باب التوبة مفتوح لا يغلق من قبل الله تعالى. قال الله تعالى في حق أصحاب الأخدود: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الله أكبر، معناتها لو تابوا مع أنهم فتنوا المؤمنين والمؤمنات
تتذكروا أصحاب الأخدود شو ساووا؟ أصحاب الأخدود حفروا أخدودا وأضرموا فيه نارا، وكل واحد بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، زتوه بقلب النار، فتنوه عن دينه. إذا فتن وأشرك تركوه، وإذا ما أشرك ولا فتن رموه في النار. قال الله تعالى عنهم: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. معناتها لو أنه الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم تابوا يقبل الله تعالى توبتهم. الله أكبر، الله أكبر يا أخوان، ما هذا الكرم الإلهي؟ قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. سبحان الله، سبحان الله، الفضل الإلهي قديش واسع يا أخوان. بسرعة 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 أقبلوا أقبلوا مباشرة على التوبة، والله الباب مفتوح، والله الإقبال على الله سهل، والله طريق الله جميل، والله صراط الله مستقيم، حرام أن تبقى بعيدا عن درب التائبين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من آيس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله. يلي بيقول له لواحد أنت الله ما بيتوب عليك، يلي بيقول له لواحد أنت عامل السبع وزمتها موشك مش توبة، روح خليك حيثما كنت. ابن عباس يقول: من آيس عباد الله من التوبة بعد هذا، هذه الآية وهذا الكلام، فقد جحد كتاب الله، ما بيعرف شو في بالقرآن ولا بيعرف آيات الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، طول ما في نفس يدخل ويخرج باب التوبة مفتوح. بس بسرعة يا أخوة، بسرعة، ما بنعرف أحدنا متى يفشأه الموت وتنتهي حياته على هذه الأرض. قال بعض العارفين: لأهل الذنوب ثلاثة أنهار يتطهرون بها في الدنيا، فإن لم تفي بطهرهم طهروا في نار الجحيم يوم القيامة. نسأل الله السلام. كلام كثير مهم يا أخوة. لأهل الذنوب ثلاثة أنهار يتطهرون بها في الدنيا، فإن لم تفي بطهورهم طهروا في نار الجحيم يوم القيامة. النهر الأول التوبة النصوح. شايفين؟ التوبة تغسل ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، التوبة تمحو عنك الذنوب والخطايا، التوبة تبدل سيئاتك حسنات، التوبة تجعل صحيفك بيضاء. توب لذلك، توب. لأهل الذنوب ثلاثة أنهار للتوبة في الدنيا. النهر الأول نهر التوبة النصوح، قال إذا واحد تغسل فيه فبها ونعمة، تم الأمر، إذا ما تغسل فيه. والنهر الثاني نهر الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة بها. يعني هو صحيح أذنب ذنوبا بس عم يعمل حسنات 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 أضعاف مضاعفة، من أجل أن تحيط بهذه السيئات وتخفيها وتضمرها بل تذهبها. قال الله تعالى: وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فنهر الحسنات هذا يجرف بقايا السيئات، هذا نهر ثاني. طيب، قال: والثالث نهر المصائب العظيمة المكفرة للذنوب. نسأل الله السلام لنا ولكم. يا الإنسان بتوب فيغسل ذنبه، يا بيكتر حسنات فيغسل ذنبه، يا بعيد منهم تتجيه مصائب فتذهب ذنبه. طيب، معناتها يا توبة نصوح، يا أعمال صالحة، يا مصائب. نسأل الله السلام لنا ولكم. قال: فإن لم يتطهر بهذه الأنهار الثلاثة لم يبقى إلا أن يطهر بنهر الجحيم يوم القيامة. نسأل الله السلام لنا ولكم. لذلك يا أخوان تعوا بسرعة، تعوا بسرعة، نقبل على الله بالاستغفار، نقبل على الله بالتوبة، نقبل على الله بتجديد العهد معه جل جلاله، نقبل على الله بكثرة الأعمال الصالحات، وبإذن الله بإذن الله نحن نكون مرحومين في الدنيا وفي الآخرة. قم في الدجى يا أيها المتعبد، حتى متى فوق الأسرة ترقد؟ قم وادع مولاك الذي خلق الدجى، والصبح وامضي فقد دعاك المسجد، واستغفر الله العظيم بذلة، واطلب رضاه فجوده لا ينفد،
واندم على ما فات، واندب ما مضى، بالأمس واذكر ما يجيء به الغد، واضرع وقل يا رب عفوك إنني من دون عفوك ليس لي ما يعبد، واضرع وقل يا رب عفوك إنني من دون عفوك ليس لي ما يعبد، يا رب هب لي توبة أقضي بها دينا علي به جلالك يشهد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.